حول تطورات هذه الأوضاع في قطاع غزة، تطور الأمن، تطور الأوضاع الصحية. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ شادي محسن، الباحث في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا أستاذ شادي. أهلا وسهلا فندم. يعني خليني أسمع منك الأول تحليل لهذه الأوضاع أو تقدير موقف منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى وحتى هذه اللحظة، ثم يعني نذهب في المزيد من الأسئلة اللي هيأتي بها هذا الحديث. تقدير الموقف العام، الفصل الأول فيه هي المفاجأة الإسرائيلية، الفشل العسكري والاستخباراتي اللي تماثل أمامهم فيما يحدث في قطاع غزة وغلاف غزة. بعد الفصل الأول ومحاولة إسرائيل استدراك هذه المفاجأة أو البغتة يعني اللي هم واجهوها، حاولوا أن هم يمشوا في طريقين، أن هم يحيدوا سيناريو متعدد الجبهات، أن هم يواجهوا حرب متعددة الجبهات سواء في قطاع غزة أو من ناحية الشمالية ناحية لبنان وحزب الله. ثم بدأوا بعد كده هو أن هم يعملوا منطقة عزلة بينهم وبين قطاع غزة نفسه تمهيدا لاجتياح بري ممكن يبقى سيناريو ماثل قدامنا الفترة اللي جاية. في ثلاث سيناريوهات قدامنا، سواء استمرار الحرب، بس ده طبعا مؤشراته هتبقى خطيرة جدا واحتمالاته وتداعياته خطيرة، لأن ممكن فعلا تندلع حرب متعددة الجبهات، وهو ده اللي كانت إسرائيل بتقصده، إنه ممكن الحرب دي تغير شكل الشرق الأوسط والمنطقة بشكل عام. السيناريو الثاني هي دي مصر اللي بتحاول إن هي تفرضه على الأمر كأمر واقع أو كسيناريو له جدوى وتحقق، اللي هو وقف إطلاق النار. السيناريو الثالث إن إسرائيل تكثف عمليات هجومية نوعية في الفترة اللي جاية سواء في الشمال أو في الجنوب، تمهيدا بقى طبعا لسياسة الأراضي المحروقة اللي نتنياهو برضو لمح ليها النهارده. في أربع مراحل ضمن تقدير الموقف العام. المرحلة الأولى زي ما قلت لحضرتك، المنطقة العزلة اللي في غلاف غزة تمهيدا لاجتياح بري، بعد كده هجوم جوي مكثف، تحصين الجبهة الداخلية سواء في الضفة الغربية أو في المدن التي تحمل مواطنين عرب فلسطين في الداخل أو اليهود. المرحلة الرابعة استمرار الحصول على الدعم الأمريكي، سواء بقى كان الدعم ده لوجستي أو دعم سياسي وخلافه. هو ده تقدير الموقف العام اللي ماشي امامنا دلوقتي. طيب ده هيخليني هسال انه مساله تعدد الجبهات، هل من الوارد انه حزب الله يدخل الى هذه الحرب ولكن بشكل اكثر فاعليه او كثافه عما هو قائم حتى الان؟ هل من الوارد انه تفتح جبهه من الجولان السوري او تحديدا من ما وراء الجولان السوري فيصبح لدينا ثلاث جبهات، ما بين الجبهه الفلسطينيه المقاومه، ما بين حزب الله والجنوب، وما بين ما وراء الجولان؟ طبعا السيناريو دوت وارد، حتى لو احتمالاته متوسطة الإمكانية أو الاحتمال. يعني حرب متعددة الجبهات زي ما سيادتك تفضلت هي هتبقى من الشمال حيث سوريا ولبنان، من الوسط الجبهة الداخلية حيث الضفة الغربية، والجبهة الأخيرة اللي هي جبهة قطاع غزة. المؤشرات لهذا السيناريو أنه في خطوط حمراء معينة. حزب الله أطلق تصريحات أنه في وقت معين، طبعا هم متأهبين وفي مرحلة معينة هيدرسوها علشان يشوفوا هيدخلوا الحرب ولا لا، أو هيشتبكوا بشكل معين أو لا. كان في بعض المناوشات بقالها شهرين فاتوا تحت مسمى أزمة الخيم. أيوة. لكن الأزمة دي كانت أزمة خافتة إلى حد ما، أو توتر مكتوم يمكن احتوائه. حصل النهاردة برضو مناوشات بسيطة جدا ما بين مواطنين هم بيقولوا أنهم مش لبنانيين، فلربما يكونوا لاجئين فلسطينيين على الناحية الشمالية بين لبنان وإسرائيل. الحرب دي علشان السيناريو ده عفوا علشان يتحقق في خطوط حمراء لازم الأول إسرائيل تتجاوزها. أول خط أحمر احنا شايفينه دلوقتي للأسف، اللي هو قصف جوي مكثف على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. الخط الأحمر اللي أنكى منه هو تصفية قيادات كبيرة جدا في حماس وكتاب القسام. الخط الأحمر الثالث واللي هو هيكون الأعنف على الإطلاق هو الأرض المحروقة نتيجة اجتياح بري كامل لإسرائيل لقطاع غزة، من إسرائيل لقطاع غزة. مؤشر هذا الخط الأحمر الأعنف على الإطلاق هو تعبئة 300 ألف جندي احتياط إسرائيلي. لكن لو هنتكلم عن تعبئة الاحتياط فده يعني أعتقد أن هي فقاعة لحد ما حتى الآن، لأن لا في خطة انتشار
واضحه وصريحه لقوات الاحتياط دي، ولا لحد دلوقتي في تسليح لقوات الاحتياط. قوات الفكره الوحيده اللي اتحققت دلوقتي ان هم عبقوهم فقط، يعني كل جندي احتياط عارف السكنه بتاعته هيستلم الامر بتاعه فين، لكن هل التسليح وهل خطه الانتشار موضوعه؟ الاجابه لا. طيب يجي برضو هنا في بالي سؤال، لو افترضنا ان اسرائيل استمرت في المزيد من التصعيد تجاه قطاع غزة، هل ده معناه ان اسرائيل تخلت عن يعني تعهداتها القديمة بحماية اسراها دائما، عدم المساس بيهم الى اخره؟ المقاومة اعلنت عن عدد ضخم جدا من الاسرى، من بينهم الكثير من المجندين والضباط، طبقا للمقاومة ان بينهم ايضا جنرالات. فانا برجع بذهني الايام جلعاد شاليط، فمقابل مجند واحد وقفت اسرائيل مكتوفه اليد ومستعده لبذل الغالي والنسيف النفيس، فما بالنا بوجود اكثر من مجند، اكثر من ضابط، اكثر من جنرال على حسب تصريحات المقاومه. ممتاز، يعني زي ما سيادتك كده تفضلت بدقه شديده، هي فعلا اسرائيل تخلت، هي كانت نقطه ضعف في وقت من الاوقات واحنا بنعمل تقديرات الموقف، ان اسرائيل من ضمن نقاط ضعفها فكره الاسرى والمحتجزين الاسرائيليين في غزه. لكن نتنياهو النهارده اطلق بصراحه تامه ووضوح تام ان هو تخلى عن هذه نقطه الضعف، ولو حماس هتضغط على اسرائيل بهذه النقطه لا فاحنا لا نعتبرها نقطه ضعف اصلا، ده لسان حال نتنياهو يعني وحكومته. فاسرائيل هتتبع سياسه الارض المحروقه في قطاع غزه، غطى الطرف تماما عن فكره ان في اسرائيليين اساسا سواء كانوا مدنيين او مجندين في قطاع غزه. ده يحيلنا، يعني هو ممكن يكون تصريح لاستهلاك سياسي ربما، ان عقيده الامن لسه مسيطره على صناعه القرار في اسرائيل وخلافه. لكن طبعا ده مؤكد هيثير بعض الاستياء عند قطاعات مجتمع اسرائيلي مهمه جدا. لسه كنت اسالك على الراي العام الاسرائيلي، هل تستطيع او يستطيع نتنياهو وحكومته الحاليه في الوقوف امام الراي العام الاسرائيلي لو تم الاعلان عن انه قتل او يعني تم قتل او حتى اصابه بعض من الاسرى اثناء الغارات الاسرائيليه على القطاع، هم هيقدروا يقفوا قدام الراي العام؟ ممتاز يا فندم، هو ده اللي اجابه حضرتك دي او سؤال حضرتك التقريري ده هو بالظبط ما يفسر ليه نتنياهو لجأ مضطرا لفكره حكومه طوارئ او حكومه حرب. حكومه طوارئ طبعا زي ما حضرتك عارف هي مصطلح يعني ان كافه احزاب المعارضه والائتلاف الحاكم بيشكلوا مع بعض حكومه توافقيه تحت مسمى حكومه الطوارئ والحرب. نتنياهو اضطر للجوء لهذا المصطلح علشان يوصل لسؤال سيادتك دلوقتي، هو معقول هيقف قدام الراي العام او ايه ما او ايه هو المزاج العام دلوقتي في اسرائيل؟ طبعا يعني مش هتختلق هذه الامور على المجتمع الاسرائيلي، لا هيظهر قطاعات مهمه جدا ممكن تشكل كتله حرجه في المظاهرات اللي في الشارع الاسرائيلي قبل اندلاع الحرب، وساعتها المظاهرات دي هتبقى فعلا نقطه ضعف امام وتهديد قدام استقرار حكومه نتنياهو. لو ثبت استقرار في الوقت الحالي في المزاج العام وموافقه مبدئيه على سياسه نتنياهو، لكن مع مرور الوقت وسقوط القتلى والاسرى لا هتبدا الاستياءات تظهر مره ثانيه في المجتمع الاسرائيلي، وبالتالي هيمثل ضغط على الحكومه الاسرائيليه. وكأن اسرائيل تحارب نفسها من الداخل. ممتاز. طيب الراي الله يخليك. طب استاذ شادي، هنا هنتقل لسيناريو اخر وهو المتعلق باستمراريه الدعم الامريكي، سواء اذا كان الدعم السياسي من جهه او دعم الطمانه كما احب ان يصفها البيت الابيض والبنتاغون بوجود جيرالد 4، نحن مستمرون او يعني ترقبوا وصول الدعم والمعونات في القريب وما الى ذلك. هل امريكا مستعده للدخول على خط مواجهة في هذه الحرب؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل الرأي العام الأمريكي أصلا مستعد لهذه المواجهة؟ يعني ألا يخاطر بايدن بشعبية بسبب ما قام به في خلال أقل من 24 ساعة الماضية؟ وهنا معلش أنا هطول، سيناريو المقاومة هيبقى عامل إزاي في حال أنه بالفعل يبدأ دعم أمريكي ولو حتى على المستوى اللوجستي؟ طب هو سؤال يعني طبعا مركب جدا. البدايه هو انا بس عايز اتكلم في مساله الخريطه بتاعه المجتمع الامريكي
ومدى تغلغل المزاج اليهودي في هذه الخريطة. يعني في اتجاهات جدت من 2021 في المجتمع الأمريكي أن الاتجاه اليهودي بداخلها بيؤيد إلى حد ما فكرة حل الدولتين وانسحاب أمريكا من الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط بيمثل نقطة ساخنة بتستنزف الكثير من السياسة والاقتصاد الأمريكي. فالمجتمع الأمريكي حتى اليهود اللي فيه بدأوا يتجهوا إلى أن دولة إسرائيل ما هيش لا دولة ولا هي تمثل اليهود بشكل عام، لا بالعكس دي سياسات متطرفة بتقود إلى استقطاب مجتمعي وبتقود أن يبقى في انفصال ما بين الجاليات اليهودية في الخارج واليهود اللي في إسرائيل. فده انعكس على البيت الأبيض وانعكس على السياسة الأمريكية بشكل عام، أن الأمريكان ما بقوش يدوا الدعم السياسي الكامل والغير مشروط لإسرائيل مهما كانت حكومتها شكلها إيه، زي ما كان بيحصل زمان يعني. لا فطبعا يعني المجتمع اليهودي والأمريكي هيمثل ضغط على البيت الأبيض أنه فكرة السياسة الغير مشروطة والمليارات التي تقدم لإسرائيل، لا الاقتصاد الأمريكي أولى بيها. الأمر الثاني، هل الدعم اللي موجود دلوقتي في شرق المتوسط المتمثل في حاملة الطائرات جيرالد فورد، هل هي خط ردع ولا خط هجوم؟ هو في تقديري خط ردع. أمريكا بتوفد رسالة إلى أطراف إقليمية معينة بعدم الاشتباك في هذه الخط أو الانخراط فيها، فهو خط ردع ليس إلا في حدود بقى لو في تجاوزات وخطوط حمراء وقعت للأسف، يعني لا قدر الله سيناريوهات ممكن تكون متطرفة شوية، ساعتها فعلا الأمريكان ممكن يتدخل، بس هتبقى تدخلات لوجستية فقط، ما هياش اشتباك هجومي حاد وصريح. فالخلاصة أن جيرالد فورد بتمثل خط ردع ليس إلا. رقم ثلاثة بالنسبة للمقاومة ورد فعلها، طبعا يعني كان في تصريحات سياسية فقط، هي مجرد تصريحات لفظية، أن هي كل هذا الدعم الأمريكي الموجود لا يمثل أي ردع ولا يمثل أي إرهاب على المقاومة الفلسطينية، بالعكس الأمريكان لو هيقدموا يعني أي خطوة هجومية هنقابلها، ده لسان حال المقاومة، هنقابلها برد آخر. يعني طبعا إيران حتى بدأت أنها تطلق مثل هذه التصريحات يعني. وإن كان في يعني تقاربات إيرانية أمريكية في الفترة الماضية للإفراج عن مبلغ $6 مليار اللي هي كانت الأموال المستحقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك حديث آخر، لكن هرجع مرة تانية يعني في السريع بقى، وهو مسألة هنا الموقف المصري مما يحدث الآن على الأراضي الفلسطينية. مصر كان لديها أو لازال لديها كمان دور مهم جدا في مسألة السيطرة على الأوضاع في الداخل الفلسطيني، أيضا في العلاقة ما بين فصائل المقاومة وما بين جيش الاحتلال، وصولا إلى تهدئات. مصر دورها ورأيها شديد الوضوح هو الوصول لحل الدولتين والوصول إلى مائدة المفاوضات. يجي هنا سؤالي، تتوقع متى نصل إلى مائدة مفاوضات؟ يعني على ما يبدو الجانب الإسرائيلي لا يحتمل حرب طويلة أكتر من 4 أو 5 أسابيع، ولا يحتمل ده اقتصاديا كمان لأنه سوف تفرغ مؤسساته يعني بسبب التعبئة العامة. فمتى يرى أستاذ شادي أنه قد نجلس على مائدة مفاوضات تؤتي بأنه طيب احنا هنوقف ضرب لحد ما نقعد على الترابيزة؟ مصر موقفها وجهدها ودورها في حاجة يا أستاذ يوسف بتبقى اسمها المؤشرات الحاكمة في قياس تقديرات المواقف أو السيناريوهات. حلو. دور مصر مؤشر حاكم في جميع السيناريوهات المفتوحة أو السيناريوهات المقترحة أو المحتملة للمشهد الأمني المضطرب اللي احنا شايفينه ده. يعني لو في سيناريو استمرار الحرب، دور مصر لازم يكون موجود علشان الحرب دي تكمل ولا لا. لو في وقف إطلاق نار، مصر لازم تكون موجودة. لو هتكون في هجمات نوعية مكثفة على قطاع غزة، لازم تكون مصر موجودة، لأن قدمت مبادرة إعادة الإعمار وفي نقاط معينة بتمثل لمصر خط أحمر. لأن طبعا في خطط خبيثة لاستدراج مصر في أمر ما من ناحية قطاع غزة يعني. مصر قدمت للقطاع كل ما يمكن أن يقدم، بل بالعكس هي قدمت حزمة لم تقدم تاريخيا. احنا بنتكلم على $700 مليون لإعمار قطاع غزة ولأجل صالح أهالينا في غزة، فأي سيناريو تاني هو بالقطع سيناريو مرفوض.
ممتاز. ده غير طبعا ان المبادره الرئاسيه اللي كانت في بذورها الاولى حياه كريمه ثم تحولت الى مؤسسه، يعني هي قدمت نفسها ان هي هتخش تدير الازمه مع جهود الجهود المصريه بشكل عام. صحيح كامل. صحيح، حياه كريمه اصدروا بيان رائع. دور يعني دور مصر طبعا حاكم، يعني بدون تقريز او مبالغه، مش مجرد رفاهيه ان مصر تدخل عشان ده امن قومي وخلافه، لا، ده مؤشر حاكم لازم يكون موجود في كل الحسابات لقياس السيناريوهات المحتمله في الوقت اللي جاي. طبعا علشان المقاربه شامله كعهد مصر بعد ثوره 30 يونيو، فالمقاربه الشامله دي بتترجم ان الجهود تبقى مغطيه كل المستويات، سواء كانت سياسيه او دبلوماسيه او تنمويه وانسانيه وخلافه. فالجهود اللي مصر بتبذلها دلوقتي في الوقت الحالي كانت سياسه، كانت دبلوماسيه بسيطه جدا، ان هي محاوله توفيق الاراء لوقف اطلاق النار. بعد كده تحولت لجهود سياسيه، سواء كانت اتصالات مكثفه مع اطراف اقليميه ودوليه. بقت مصر بتستقبل اصلا اتصالات من عواصم اوروبيه او الامم المتحده. تحولت فيما بعد الى جهود انسانيه، ده كان ثاني يوم الازمه. أيوة. عربيات الاسعاف وفتح المعابر والمستشفيات سينا لاستقبال الجرحى والمصابين. صحيح. اخيرا كانت الجهود التنمويه بعد انضمام حياه كريمه في اداره الازمه. فالمقاربه هنا هو مقاربه مصريه. طبعا ده ليه؟ ده سببه ان فعلا جهد مصر ودورها حاكم جدا جدا جدا. واحد، لاعتبار السياده، ان مصر من ضمن ثوابتها ومبادئها السياده، ونحط تحت منها 100 خط يعني. صح. رقم اثنين، استقرار الامن الاقليمي واعتبار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي نقطه مركزيه في استقرار الامن الاقليمي من عدمه. وكجزء منه شرق المتوسط المليء بالابار والثروات الاقتصاديه. طبعا رقم ثلاثة، ان القضيه الفلسطينيه بشكل عام دائره امن قومي مباشر ومن ضمن الدوائر التقليديه للخارجيه المصريه. رقم أربعة، وده المهم، ان بسبب المتغيرات اللي بتحصل في الاقليم، سواء ممرات بحريه ومشروعات اقليميه جديده تقصي دول وتضم اخرى، موجه التطبيع، بعض المتغيرات الجديده دي فرضت على ان منطقه اسرائيل وفلسطين والاراضي المحتله وخلافه وشرق المتوسط يبقى جزء مهم جدا جدا من حسابات المعادله الاقليميه دي. بمعنى لو تمت هذه المشاريع بدون حل الدولتين كان شيئا لم يكن. ده ثابت من ضمن ثوابت مصر طول الوقت، بالذات اخر 10 سنين طبعا. صحيح. انا بشكرك جدا وسعيد جدا بيك يا استاذ شادي، واتمنى ان احنا نتقابل قريب في البرنامج وبره البرنامج. كل الشكر للاستاذ شادي محسن، الباحث في الشؤون الاسرائيليه والفلسطينيه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.